يعد مركز خدمات مصر في محافظة أسوان نافذة خدمية حكومية جديدة تم افتتاحها لتقديم 33 خدمة متنوعة من خلال 20 شباكا بنظام الشباك الواحد. يحقق المركز سياسة الشمول المالية عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، مما يعود بالنفع على كل من المواطن والدولة. كما يعمل المركز على تطوير وتطويع أدوات التحول الرقمي. احنا هنا في مركز خدمات مصر بنشتغل مواعيد العمل من الساعة 8:30 للساعة 5 مساء، ولو اضطرت اوقات العمل ان احنا نقعد اكتر من كده هو بنقعد لحد ما نمشي اخر عميل عندنا في المكان. وبنسعى دائما لخدمة وارضاء جميع المواطنين من خلال 20 شباك بنقدم فيهم اكتر من 33 خدمة حكومية بصورة متميزة. احنا هنا بنقدم كافة انواع التوكيلات وانواع عقود البيع الخاصة بالمكان، طبعا بنوفر جميع انواع الخدمات المميكنة الخاصة بعملية التوسيع، كمان بنوفر جميع السبل والخدمات الميسرة للمواطنين بأسهل طرق وأسهل نظام دفع. احنا الحمد لله أسند إلينا مهمة إدارة وتشغيل مركز خدمات مصر. المركز ده اللي أنشئ أو افتتح تم افتتاحه رسميا يوم 8 ديسمبر 2022، والذي بيهدف إلى تطوير مستوى الخدمة الحكومية المقدمة للمواطن المصري ليشعر بمبادرة حياة كريمة. وحياة كريمة بالنسبة لنا يعني خدمة جيدة بتقدم للمواطن. بجانب الخدمات اللي بنقدمها هنا داخل المركز واستقبالنا المواطنين وتعظيم فكرة الشباك الواحد لمجموعة الخدمات اللي بتقدم فيه، كمان كارت التقييم. التقييم ده بيساعدنا ان احنا نعرف رأي الناس في الخدمات المقدمة داخل المركز.